نجم رياضي فقد بريق الشهرة والمال. يتكرر هذا العنوان كثيرا، فليست حالة واحدة ولا اثنان التي تظهر أمامنا، بل إننا أمام حالات مستمرة من لاعب الجيل السابق. اللاعب عبد الرحيم حرشي نموذج، حيث يعيش وضعا صعبا نتيجة قلة ذات اليد ومعاناته من مرض فقر الدم والقصور الكلوي، ألزمه الفراش بعدما نال من جسده. عبد الرحيم لاعب للفريق أولمبيك خريبكة للسنوات الثمانينات وبداية التسعينات، شاركت في الفريق لمدة 12 عام، كانت البداية ديالي في أول مسار ديالي الكروي من فريق أولمبيك بوجنيبة، انتقلت إلى فريق أولمبيك خريبكة، وكنا حققنا الصعود سنة 1983-84. تقريبا الأغلبية ديال المشوار ديالنا الكروي قضيت مع فريق أولمبيك خريبكة، واحد المستوى ديال الصداقة وديال الاحترام ديال الإخوان جميعا، اللي في المكتب، الجماهير التي كنشجعها، واللي كان الجماهير اللي كانت نورمال كانت دائما تتساندنا. وتنظن ان الان دركايا في الحاله الصحيه ديالي حسيت بها تدهور تقريبا شي 3 اشهر، قمت بعده فحوص عند اطباء، شي 4 اطباء او 5، وفي الاخير تبين اني مصاب بفقر الدم وواحد لاسيب ستونس، وهي جات من القصور الكلوي. تنقول لك باني خدمت معاهم تقريبا في السادي المشوار ديالي الكروي، خدمت معاهم تقريبا واحد 10 سنين، كلهم لعبوا في البريمير ديفيزيون وكيل ودوا البطوله ودوا الشامبيون، وجدتهم انا كمؤطر، كنت ديك الساعه كندير التأطير مع الاخوان، راه عارفين كل شيء. شيف قيردوان، لاعب أنسيان جوار ديال فريق أولمبيك خريبكة ونائب رئيس جمعية قدماء لاعبي أولمبيك خريبكة. في عجالة غنهضر على عبد الرحيم حرشي لأنني تفرجت فيه كنت صغير في فترة الثمانينات، وحالف لي الحظ في فترة التسعينات جاء عندي كمؤطر بصراحة وبنزاهة، من احسن المؤطرين اللي اطروني، هو السبب الوحيد اللي كان من بعد الله عز وجل في وصولي للفريق الاول احنا ومجموعه من اللاعبين. وبقى عبد الرحيم كيمارس التأطير حتى للألفينات، وكان هو السبب الرئيسي في وصول مجموعه اللاعبين اللي وصلوا للدو الشامبيون والكاس. وكلاعب هو داز لاعب كبير، كمؤطر رفيع المستوى، وكإنسان غنهضر مع إنسان طيب خلوق عزيز النفس طموح، أعطى الفريق الكثير اللي ما عطاهش نظن شي واحد آخر. الحاج فكر الكبير لاعب سابق في أولمبيك خريبكة في السبعينات، وسي عبد الرحيم حرشي التحق بأولمبيك خريبكة بعد ما كان كيلعب في أولمبيك بوجنيبة، وحقق الصعود مع أولمبيك خريبكة في 83-84، وحصل على أحسن هداف مع أولمبيك خريبكة، وكان من أجود اللاعبين وخلوق، وهو والإخوان ديالو تاهما رياضيين. وعبد الرحيم ماشي يلعب في لوسيكا، لعب كلاعب وكمكون وكمؤطر، وشرف على تكوين لاعبين كتار اللي وصلوا للفارق الاول، وصلوا لواحد الشهره
عاد معروف من الصعيد الوطني، وكان زعما من اجود المؤطرين، وكان تاسفوا لهاد الحاله اللي وصل لها هذا المرض اللي يصابوا، وحنا كجمعيه كنحاولوا نوقفوا معاه حسب مستطاع، لحقاش الامكانيات ديال الجمعيه محدوده جدا. اخ عزاز عز الدين الناطق الرسمي باسم جمعيه قدماء لاعبي اولمبيك خريبكا، لانه الاخ عبد الرحيم بالنسبه لنا احنا ماشي غير لاعب قديم، هو ولد البلاد وحنا كبرنا معاه في درب واحد. كيف ما كنقول بانه في الوقت اللي زقمنا بواحد الزياره بمجموعه ديال الصحفيين، ان من بعدها فاش تلاحظ داكشي في المواقع الاجتماعيه، تصوروا بان اتصلوا بنا الناس من جميع انحاء المغرب، الناس ولاد البلاد اللي عاشوا حرشي وعرفوا شكون هو حرشي عبد الرحيم، كاين اللي فيهم اطباء، كاين مهندسين، بالروع الهاتف ديالي انا شخصيا متصلوا بيا كيسولوا واش فعلا هذيك الصوره اللي شفنا فعلا ديال حرشي عبد الرحيم. انا حرشي عبد الرحيم كتعرفوا انه كان لاعب كبير، فراه فاش ما يمكنش تهضر على تاريخ ديال كره القدم بمدينه خريبكا بدون ما تهضر على حرشي عبد الرحيم، وكان زين وعلي وبيتا وعدد اخرين اللي يسمحوا لي انا ما ذكرش الاسماء ديالي. احنا في الجمعيه ديال قدماء اللاعبين خدنا على عاتقنا اننا بغينا نبداو نتحركوا في هذا الجانب الاجتماعي. كتعرفوا مزيان بان مجموعه اللاعبين اللي لعبوا في السبعينات والثمانينات دابا راه العمر ديالهم كيفوت 60 عام، وهما عندهم مشاكل، كاين اللي عنده مشاكل صحيه خايبه، كاينش الاخ عبد الرحيم، ولكن الاخ عبد الرحيم ترناه لان وضعيته مشات بزاف الدهورات. فكنفكروا كيفاش مع نطرحوا واحد الاشكال يطرحت على مستوى الجامعه، اين هي الجامعه من هاد قدماء اللاعبين؟ غايد قال لي بانه راهم كثار بزاف، فعلى الاقل يتفتح واحد الباب ديال الانخراط بواحد الثمن معين مع الجامعه عبر واحد الوكاله معينه يختارهم، وكتبقى تساند اللاعبين في هذه الحالات الصعبه. من يرى الانكسار الحالي لهؤلاء اللاعبين النجوم الذين قدموا الكثير للانديه والمنتخبات الوطنيه وحققوا لها البطولات ورفعوا الكؤوس في منصات التتويج، يطالب بوجود تحرك رسمي سريع من القطاعات الرسمية الرياضية لاحتوائهم وتخفيف معاناة هؤلاء النجوم الذين أفنوا شبابهم في الملاعب. في الأخير نتمنى ألا يزيد تنكر مسؤول جامع الملكية المغربية لكرة القدم ومسؤول الفريق الخروجي من معاناة اللاعب عبد الرحيم حرشي. العالمين انا اخر نداء توجه للاخوان في المكتب ديال الشريف في الصفاط باش يوقفوا معايا باش يشتغل الابن ديالي، لانه ما عندوش عمل، عاطل على العمل وعنده دبلومات، وكان ولا فريق اولمبيك خريبكا حتى هو يتعاون معايا مع ولدي، لانه عنده تكوين في مجال التدريب، وخصهم يوقفوا معايا يخدموا لي الدري، لانه انا محتاج ليه باش يخدم ويعاوني، ما غاديش نبقاو عالة على الناس ولا، خص الانسان هو اللي يحترم راسه شويه، ولكن يخدم بالخدمه.